يعني اليوم في الوقت نفسه ماكو ثقه الى انه مثلا ان يرجع يحكمنا شخص، خلينا نحكيها هيك، سني، وبالتالي يتفرد بالسلطه، وممكن الى انه ان يؤذي باقي المكونات، ونفس الشيء اذا كان كردي، ونفس الشيء اذا كان شيعي. طبعا هذه افرزت فيما بعد يعني امور كثيره الحمد لله تخلصنا منها، اي الطائفيه وغيرها وغيرها وغيرها، لكن خراب البلد يعني استمر يعني بهذا الطريق، عدم المراجعه ولعدم، وتفضل الاستاذ قال يعني كل هذه السنوات احنا يعني في عمليه تجربه، يعني 19 سنه مو قليله، حتى درسنا سابقا انه في التحولات تحتاج من 10 الى 15 سنه حتى تستطيع ان تحول شعب من حاله الى حاله اخرى، هذه موجوده يعني اخذناها قبل 15 سنه، 10 الى 15، اي احنا عبرنا، احنا عبرنا وما تغير شيء، والعقليات اللي جتنا كانت عايشه بالخارج في ظل نظم ديمقراطية ومطلعة على مدنية عالية وكذا، فتوقعنا أنه راح تأتي هذه بأفكار جديدة.